في معاهدة بتوعه. أو اتفاقية يعني بيتهموا بإن هم بيطبقوها، اللي هي بتضحي بالأسرى أصلا، مش مدخلاها في حساباتهم هو يعني. فيه، لكن هي الفكرة ما كانتش كده بس، الفكرة كانت أعمق من كده. الفكرة إن أنت لا، طالما هتدخل حرب مباشرة وهتحتل القطاع أو هتدخل، فأنت بالتأكيد هتتعرض حياة الأسرى للخطر، أي وبالتالي أنت كان عندك خيارات من أول الجولة الأولى في الهدنة أو الهدنة الأولى في نوفمبر العام الماضي. كان واضح الموضوع ده إن إسرائيل ما لجأتش للهدن إلا لما كان في خسائر عسكرية ناحيتها، أي وبالتالي إن يبقى إذن قتل الأسرى مش في دماغها، قضيته يعني، لأنه كان عنده وده حصل بالفعل يعني، هجماتهم الجوية قتلت أسراهم كتير. فعلا. وبعدين في أكتر من مرة كان في هجوم، والهجوم ده اضطر ان حماس تضحي ببعض الاسرى دول، راس ان هضحي بنفسي ولا هضحي بالاسير، ما يموت الاسير، انا في حرب في الاول، وبالتالي الاسرى اللي ازاي بيقتلوا تقصد يعني ايه تضحي؟ يعني هي انا النهارده بتحطهم في الخطوط الاماميه عشان ما يتضربش لا المكان؟ لا لا، انا النهارده مسؤول عن موجود في نفق، وعمليه تعريض حياتي انا ومعداتي وده كله مقابل ان انا احافظ على حياه الاسير ده، فبالتالي هي معادلة عسكرية، هضحي بمين؟ لا مش فاهم برضو. انا النهارده انا ايه 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 التعارض ما بين الحفاظ على حياة الاسير وان انا احافظ على معداتي؟ ممكن ما اقدرش احميه في اللحظة دي من كتر الضربات اللي عليا، فرق القدرات العسكرية بين اسرائيل وحماس ضخم. اه وبالتالي طول الوقت فيه انت ما تقدرش تحمي نفسك، مش بس تحمي الاسير الناحية التانية. اه يعني انت لو في مأمن من كل حاجة هتحمي الاثنين، لكن انت النهارده هتبقى في صعوبه طول الوقت ان انت يعني في اختيار، يبقى امشي انا واسيبه بقى هو في الضرب في الاخر. مين اللي هيضربه؟ تمام، ما هو انت اللي هيضربه الناحيه التانيه، انا مش احنا هضربه. شفنا بعض الفيديوهات كانوا بيصرخوا فيها ويقولوا ان احنا اسرائيليين وبرضه مفيش فايده، ضربوا مين ضربهم؟ اسرائيل، لان وقتها كان في شك من ناحيه اسرائيل ان ده مش بيقول كده وخلاص. وبعد كده الحكومه اعترفت ان كان اسرائيل، واعترفت ان هو راجل صرخ اكتر من مره انا انا انا، لكن هل العمليه اللي حصلت امبارح دي بتاعت الدهس دي، سواق اتوبيس من عرب 48 معاه جنسيه اسرائيليه وعمل عمليه دهس واسعه النطاق، اعتقد ان هم برضه بيخبوا على ارقامها، لان صعب قوي لا واحد بس لازم في الحرب يموت كده، واحد رجع بظهره على اتوبيسات الحرب لازم كده، لا طبيعي مش ممكن طبيعي يعني. طبيعي في الحرب كده. انت في الحرب ما تتوقعش انه يبقى فيه صدق في البيانات، لانه دي حرب نفسيه بجوار الحرب العسكريه. لما هقول اتقتل بس مني ادعاء المظلوميه اللي بيجيب لهم الفلوس والمعدات العسكريه بيتطلب ان هم يضخموا الرقم. لا هم مش محتاجين يعني، لانه لما نرجع لاول الحرب العام الماضي كان جود، كان ابسط حاجه بدات الموضوع يعني، واضح انه التمويل مالوش علاقه باي حاجه، انه كان على سبيل المثال تم رصد حوالي 14 مليون 14 مليار دولار من الموازنه بتاعت اسرائيل. اسرائيل كانت واخدها من قبل الحرب، يعني انا بديك موازنه السنه الجايه من اول يوم، فانت كسبت الحرب، خسرت الحرب، انت معاك الموازنه الدعم. بتاعتك معاك الموازنه بتاعت السنه الجايه، وانا النهارده هديك ميزانيتك، يبقى انت فارق معاك حاجه؟ صحيح، في خسائر اقتصاديه، في مشاكل في الطاقه، في ازمه مش عارف اسعار أي طبعا، لا انت واخد الفلوس بتاعتك صح. بعد كده طول السنه خدت تاني تمويل، وكان بيوازن التمويل ده مع تمويل حرب الاوكرانيه، وبالتالي كان مستفيد. وبالتالي النهارده ما كانش عنده عبء كبير في مساله التمويل. هل حضرتك تعول على مفاوضات الدوحه؟ لا مش بصوره كبيره، لانه اولا انت بتتكلم على اربع خمس ايام للانتخابات الامريكيه، ومش عارفين الوضع هيبقى ازاي هناك. الرؤيه مش واضحه قوي، لانه الامريكان عاوزين ينتهوا الحرب امتى بالتشاور مع نتنياهو، مع انه انا مش شايف، وحضرتك صلح لي، نعم مش شايف اي ارتباط ما بين الانتخابات وما بين اسرائيل، لان الاثنين بيدعموا اسرائيل دعم مطلق. الفرق في العلاقه، طبيعه العلاقه ازاي يعني، الامريكان طول عمرهم منقسمين في مساله شكل السياسه الخارجيه، شكلها بس مش اهدافها اللي هي طبعا ثابته طبعا، واي دوله كبيره اهدافها ثابته في الاخر، انا عاوز يبقى القطب الاوحد، لا انا عاوز اهداف في افريقيا، لا انا عايز في المحيط الهادي، دي اهداف يعني نشتغل بيها ازاي، دي مساله تانية. يعني على سبيل المثال كان اوباما لما جه كانت علاقته مختلفه بافريقيا عن علاقه ترامب، بعد كده علاقة ترامب بروسيا مختلفة عن علاقة بايدن اللي بدأ الحرب مع روسيا. أي احنا النهارده الحرب بتاعت روسيا بدأت في 21، في أول يعتبر رسميا إرهاصاتها في موضوع المناورات اللي في 21. في أول إدارة بايدن، بس ما خلصتش النهارده. ترامب في وجهة نظره أنا هخلصها لما أرجع. ده شايف
اهداف امريكا ازاي تتحقق وده شايفها ازاي. ايوه احنا بالنسبه لنا بقى احنا بالنسبه لنا ايه الفرق، منتظرين ايه؟ العرب طول الوقت بينتظروا ساعات انه اللي هيجي هيغير، لكن العاقل في المنطقه دي هو اللي حافظ على مقاومته، هو هو اللي عارف مش حاجه هتتغير. ايوه لا هو بيلعب ازاي يعني. انا النهارده كدوله ما انا تسليحي ازاي، اقتصادي ازاي، معدل التنميه بتاعي ازاي، علاقتي بجيراني ازاي، بدير منظومه الامن القومي بتاعتي الشامله اللي مش هي بس حدود والكلام ده ازاي. انا بحافظ عليها، يجي بقى يجي جمهور يجي دموقتي حاجه ما تخصنيش، انا هشتغل مع الاثنين. طيب في مبادره اطلقها السيد الرئيس من يومين، السيد الرئيس السيسي، بتتضمن وقف اطلاق النار يومين والافراج عن 4 اسرائيليين لاعاده بناء الثقه بين الوسطاء واسرائيل. يعني تقييم حضرتك، وهل هو حل مناسب للفتره ما قبل الحرب ما قبل الانتخابات؟ لانه اولا نتنياهو مش موافق على اي هدن، وكان تم تسريبه اكتر من مره. ثانيا لا يعوق على ايه؟ على الهدنه. على هو مش عايز هدنه، هو عايز الحرب تفضل مفتوحه، ومش موافق ان الضرب يقف عشان الناس تقعد تتكلم. طبعا يعني كان ليه تسريب، يتكلموا مع بعض، مفاوضات قطر بقى، روحوا مصر، روحوا اي حته اتكلموا، لكن الحرب شغاله. هو ليه تصريح المفاوضات ستكون تحت النار فقط. ايوه طبعا هو مقتنع بكده. وبالتالي كانت فكره الرئاسه المصريه او الرئيس السيسي انه لا خلينا نريح يومين، فيش دم فيهم، في مساعدات تخش القطاع، في هدوء شويه على الاقل. الجوله الاولى او الثانيه المفاوضات تتم في هدوء، ما تتمش وفي دمار الناحيه الثانيه في غزه. صحيح صحيح. طيب يعني في برضه مفاوضات ومباحثات ما بين رئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه ورئيس الوزراء القطري. هي دي جزء من من الجوله الاولى او المفاوضات هي بتاعت الدوحه، من اللي حاصله في الدوحه. طبعا هل يعني رئيس الموساد في الدوحه، هل حضرتك شايف ان هذه القامات العسكريه والسياسيه ممكن تصل لشيء؟ لا، هو حاليا ما فيش امل كبير توصل لشيء كبير. هو الرهان بس على حاجه من الاثنين، يا اما التوافق على مبادره الرئيس السيسي او مبادره اكبر منها بجزء صغير اللي هو يبقى فيه 10 ايام على الاقل، في وقف قليل من يبقى اقل من شهر بمعنى صريح، في تصريحات انه يبقى حوالي يعني اقل من شهر، 3 اسابيع او اسبوعين. هو الخوف من الهدنه بالنسبه للجانب الاسرائيلي دايما بيكون ان الطرف الثاني يعيد ترتيب صفوفه، يتسلح على الاقل ويجيب اسلحه اكتر. لكن هل في اي تخوف مازال في قطاع غزه ان هم طبعا طبعا. سبب بسيط، اولا اي حركه مقاومه مسلحه او اي حرب عصابات طول الوقت انت ما تعرفش هم موجودين فين، دلوقتي ايه؟ طول الوقت ما تعرفش هم موجودين فين. موجودين يعني هم يعني على سبيل المثال احنا ما عندناش في حياه الامر تصريح واضح او بيان رسمي يقول لك ان خلصنا على الانفاق في غزه وان حماس انتهت. بالاضافه لانه التركيبه الايديولوجيه لاي حركه بتقاوم احتلال في العالم هي حركه في الاخر منغمسه مع الناس، فالانضمام فيها متتالي. الحركه دي كانت سياسيه، كانت عقيدية دينية، كانت حركة يعني سياسية ذات طابع عسكري، أيا كان. الحركات دي تاريخها طول الوقت هي حركات جوء مع الناس، لأن المبدأ الأساسي هو طرد الاحتلال، وبالتالي أنت ما تقدرش طول الوقت تبقى عارف كم واحد ضمن حماس، كم واحد مؤيد لحماس، كم واحد من ضمن حماس. وبرضه هي مفصولة عن الفكرة بتاعت أنه مثلا الجماعة الإخوان المسلمين العامة على مستوى العالم. الوضع في غزه مختلف تماما، لان في الاول اخر الوضع في غزه كان مفصول عن فكره انه والله الوضع في مصر، ودول مش دول مفصولين تماما، القضيه مش واحده. في الاخر دول في دوله محتله ودول كان وضع مختلف، وبالتالي كان طول الوقت في غزه طبيعي في تجنيد تاني، وطبيعي هيبقى في ناس كتير مجنده، وطبيعي ان القاده كلهم مش موجودين في غزه، وهم متخوفين من انه زي ما حضرتك قلت في الاول خالص معادله القوه دي، ان هم يكتشفوا انه عندهم اسلحه تانية وكانوا لسه مخلينها للحظه زي دي. هو عارف ومتاكد جدا بغض النظر عن دعاياه انه حماس ما زالت لديها اسلحه، وحماس موجوده في القطاع، بالاضافه انه في ان النهارده لما يكون خالد مشعل احد يعني رؤساء الحركه في وقت من الاوقات موجود في دوله من الدول العربيه او موجود في اي دوله، النائب بعد كده او اكثر من فرد،
انا النهارده قادرين يعرفوا هو فين؟ لا يعرفوا، ما هم عارفين هو فين. بس انا النهارده عندي معاهده مع الدوله دي بعدم المساس بيها، او في اتفاق ضمني ان الدوله دي حليفه الامريكا، او ان الدوله دي مثلا انا بيني وبينها زي اللي بيروح ايران مثلا او بيروح لبنان، ده بيبقى خلاص بقى. يعني هتسألني مثال، هو النهارده لم يكن هناك قاده من حماس على طوال التاريخ جم الاردن وجم مصر وجم تركيا وجم قطر؟ موجودين. الفرق بين الاربع دول دي ايه؟ اما كان في الدول دي زيارات زي ما بيحصل في اي وقت، او مقيمين. طول الوقت مقيمين في قطر. هل قطر بعيده عن فكره انه انه انه, إنه مش شايفينها؟ لا، بس في الاخر انت في دوله ذات قوه لها هيبه، لها تحالفاتها، لها قوتها، لها علاقاتها المتوازنه مع كثير من الدول. لكن دوله انا بشوفها مثلا كاسرائيل، انها بالنسبه لي كاسرائيل ان دي دوله مخترقه، ان دوله مش حليفه ليا، ان دوله مش حليفه للامريكان، ان دوله انا هقدر اعمل فيها اللي انا عايزاه. وبالتالي النهارده لو في مسؤول من مكتب حماس موجود في قطر، لا في امان. في تركيا نفس الكلام. طب لو موجود في ايران؟ لا، ما هو شفنا. وبالتالي الفرق هو موجود فين. الحاجه الاهم ده ما بقوله طول الوقت، هو ما عندوش حتى هذه اللحظه القدره ان يعلن صراحه ان الحرب انتهت وانا خلصت على حماس. اطلع ربنا، عشان هو مستنيين ان هو يقول كده فيطلعوا يعملوا كده ويقولوا احنا ما زلنا موجودين. لا، والقياده والمقاومه. لا، هيبقى اول حاجه انت انتصرت بيطلع من القطاع، انت هتقعد فين؟ ما ده بيسموه ترتيب اليوم الثاني للحرب. اللي هو ثاني يوم انت انتصرت خلاص ماشي، وحماس راحت خلاص طيب ماشي.